احنا فتحنا موضوع بدايه الاستوديو وانت كمتعاطف وانت سالت سؤال بان النادي اكبر لربما يكون نادي اكبر. انا اقول رونالدو يؤثر في الاجيال وفي الصغار تصرف غير صحيح. انا احب رونالدو بس انا الوم رونالدو على التصرف. هو عزيز انا هو ملام. انا كلامي ان الاساطير والنجوم كره القدم يجب ان يتم تقديرهم صح صحيح بطريقه او باخرى. صحيح هل حصل هذا ما هو انصاف للاعبين النجوم صحيح. الكبار صحيح. والرموز يجب ان تحترم صحيح ولكن في فتره من الفترات يجب ان يكون هناك يعني مواكبه للزمن لاجيال جديده لحقبه جديده فبالتالي تضطر لعمل تجديد للدماء. وفي واحد ساكت طبعا لا علق ولا قال لا لا علق علق علق, علق بالعكس عاتب رونالدو علقت انت امورك طارق الكابتن طارق بس هو شاته مجروحه لان لعب في هولندا فكان متعاطف شوي مع الهولندي شوي مع المدرب لعب في اياكس مع المدرب كابتن حاتم ناطر منك العسل لا تنسى لا خلاص انت دام انك ساكت ان شاء الله امورك طيبه يعني مزيد من الجوائز والهدايا ان شاء الله في الطريق. شكرا لكم جميعا اهلا